في اكزامبل زي ده عندي 3 باتري. اسهل حاجه برضو ان انا احلها ان انا عن طريق ان انا افترض هنا ده لوب 1 وافترض ان ده لوب 2. بقى فور لوب 1 summation ال v rise هتساوي summation ال v drop. ال v rise عندي اتجاه التيار اللي انا فاضه في الاتجاه ده، فبقى ال e دي هنفترض ان الكرنت بيمشي معايا من البوستر للنيجاتيف، فبقت ال e 1 مع اتجاه الكرنت اللي انا فاضه، فبقت e 1 بالبوستر. طيب بالنسبه للسورس الثاني اللي هو ال e 2 برضه مع نفس اتجاه الكرنت اللي انا فاضه، فبقى برضه هيبقى بالبوستر، فبقت e 1 زائد e 2 هتساوي الدروب اللي عندي اللي هو c 1 وال l 1، فبقت 1 على c 1 تكامل i 1 dt زائد ال L 1 هتبقى ال DI 1 باي DT. هعمل لها لابلاس، فبقت ال E 1 of S زائد ال E 2 of S بتساوي 1 على C 1 S I 1 زائد ال S I 1 of S، واسمي دي رقم 1. في لوب 2 summation ال V rise هيساوي summation ال V drop. بالنسبة لل V rise هلاقي ان ال E 3 مع اتجاه الكرنت فهتبقى بالبوستيف، فبقت E 3 بوستيف. لما جيت بصيت هنا لقيت ان ال E 2 عكس اتجاه الكرنت اللي انا فرضه، فهتبقى بالنيجاتيف، فبقت ماينس ال E 2 بتساوي الدروب. الدروب اللي هو ال R و ال C، فبقت I 2 R زائد 1 على C 2 تكامل I 2 D T. هاجي اعمل لها لابلاس، فبقت ال E 3 ثلاثة of S minus ال E 2 of S بتساوي I 2 R زائد 1 على C 2 S I 2 of S، ودي رقم 2. هما دول ال equations بتوعي، ادي equation 1 وادي equation 2. هو كان طالب في المسألة ان انا اطلع بس الماثيماتيكال موديل بتاعي.